أما هلأ سلمى، أكيد رح نحكي عن موضوع بهم كتير من الأشخاص، سواء اللي تعرضوا لأذية أو الأشخاص اللي بيحاولوا يحموا نفسهم ويحموا خصوصيتهم بطريقة كتير صح. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي يمكن دخلت بأدق التفاصيل بخصوصياتنا من غير وجود ضوابط أبدا لهي الخصوصية، وبتوصل بعض الأحيان لحد الأذية بالآخرين. وسلمى، مثل ما شفنا كتير من المشاكل اللي كنا نسمع عنها، البعض لجأ للقضاء بحكم الجريمة الإلكترونية، والبعض الآخر يمكن ما عنده هي الثقافة، ثقافة إنه يحصل حقه بطريقة قانونية صح، أو ما عنده هي الخبرة إنه بوجود جريمة إلكترونية. أكيد فرح. يمكن الجريمة الإلكترونية هي أصبحت جريمة يومية، كل ثانية يخترق الفيسبوك، وخليني أقول متابعين الفيسبوك واللي عم يستخدموا حياتك الشخصية، وممكن تكوني أنت عرضة للجريمة الإلكترونية وأنت ما بتعرفي أنه أنا هذا الشيء حقي وأنا لازم دافع عنه، وكيف وحصل هذا لازم الحق. دافع عنه. تمام، مع وجود هي الأخبار الكاذبة وانتهاك الخصوصية، رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الأستاذة المحامية رنا دياب. يسعد صباحك أستاذة، أهلا وسهلا فيكي. وصباحك فرح، يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني لما سليم. بنقول الجريمة المعلوماتية، يمكن الناس بتفكر إنه الجريمة المعلوماتية هي بس أي شيء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هي طيف واسع شمل القانون السوري. خلينا نعرف الناس بالبداية شو المقصود بالجريمة المعلوماتية. نعم، الجريمة المعلوماتية سلمى كما عرفها القانون السوري هي أي عمل غير مشروع يرتكب إما عن طريق الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت، أو على الأجهزة الحاسوبية. فالناس بتفكر، يعني مثل ما أنت ذكرتي بالبداية، أنه أنا لما بفوت على الإنترنت وبرتكب عمل غير مشروع، مثل مثلا بخترق خصوصية صفحات مثلا، أو بسرق حساب. طبعا الفيسبوك هو تطبيق من تطبيقات كتير، يعني أو مثلا فوت على الإنترنت بعمل مثلا ذم وقدح لأحد الأشخاص عن طريق منشور، يعني بنشره مثلا على صفحتي، فهي هي جريمة إلكترونية. بس أنا لو كان معي جهاز كمبيوتر أو موبايل مثلا وما عندي إنترنت، وقعدت اشتغلت عمل غير مشروع، مثل مثلا نزلت برنامج هكر لنفترض لحسابات معينة، أو مو حسابات، بيانات معينة لأي شيء، يعني بدون ما استخدم الشبكة العنكبوتية، فأنا بكون خارج نطاق الجريمة الإلكترونية. لا، كان المشرع السوري واضح إنه إحنا في عنا هدول العملين، إما عن طريق الشبكة أو عن طريق أي عمل غير مشروع بيرتكب بالأنظمة الحاسوبية، إنه ممكن بدون استخدام شبكة الإنترنت، ولكن هو في إيذاء وفي ضرر وعمل جرمي غير مشروع، فهذا كمان من الجريمة الإلكترونية. ولما بدنا نجي يكون في دعوة فيما بعد، مثلا بحال ادعى الشخص المتضرر، فرح يتحاكم أمام المحاكم الجريمة الإلكترونية، ورح يكون عقوبته. نحن نعرف أنه هلأ بنحكي كمان بشكل مفصل، أنه لما بتكون في جريمة إلكترونية بتكون العقوبات أشد بكتير من لما بتكون جريمة عادية، يعني اللي نحن بنعرفها بالمحاكم العادية، جريمة تقليدية. الأشخاص اللي تعرض لأي إساءة، سواء قدح وذم مثل ما حكيتي حضرتك أستاذة، أو انتهاك للخصوصية، أو حتى لهكر معين، عرف مين هو، شو هي الخطوات المفروض يتصرفها لحتى يحصل حقه؟ تمام فرح. هلا بدي الفت نظر المشاهدين لشغله، انه نحن بنحكي عن جريمه الكترونيه، الناس بتفكر انه هي عالجها المشرع السوري حديثا، يعني 2018 وقت صدر قانون، هو يعني انشاء تعديلات. محاكم، هو مو تعديل سلمى بقد ما هو تكمله لقانون كان، هو بس انه صار في عنا محاكم متخصصه، فالناس قالت انه لا، يعني هي كثير جديده. لا، هو بصراحه المرسوم اللي كان بنظم التواصل عن طريق الانترنت وبيجرم الافعال الجرميه اللي بترتكب بشكل الكتروني، سواء عن طريق الانترنت او عن طريق اجهزه الحاسب، هو من 2012، فكان المرسوم رقم 17 لعام 2012، حكى بشكل مفصل انه كيفيه التواصل ونظم التواصل عن طريق الانترنت، وجرم كثير من الافعال اللي هي مثلا ممكن تكون فعل عادي، جريمه عاديه، مثل مثلا تهديد، مثل ابتزاز، مثل جريمه ذم وقدح، معالجه هي بقانون العقوبات، ارتكبت عن طريق الانترنت فصارت ضمن الجريمه الالكترونيه وتعالجت. فالقانون اللي صدر بعدين هو قانون بس انه صار في عندنا نحن محاكم مختصه بالجريمه الالكترونيه، هذا القانون سهل وسرع، يعني سرع اتخاذ الاحكام، خلينا نقول، لانه صار في تخصص بين ما انه القاضي يكون عم يعالج مشاكل عاديه ومشاكل الكترونيه، بين انه قضاه متخصصين. وبالفعل نحن بنوجه شكر لوزاره العدل انه هي عملت كثير دورات تدريبيه للقضاه لحتى يكونوا قادرين على حل المشاكل الالكترونيه بشكل تخصصي، يعني يكونوا على اطلاع، انه وقت القاضي بده يجي يعالج بده يكون بيعرف شو يعني موقع الكتروني، شو يعني حساب الكتروني، شو يعني دليل رقمي مثلا.
فهي كلياتها. فنحن وقت بيواجهنا طبعا سابقا وما زال في عنا فرع لمكافحه الجريمه الالكترونيه تابع لوزاره الداخليه، كانوا بيقدم الشخص المتضرر ضبط الى النيابه العامه ممكن يحال، بعدين لما بتتجمع الادله ممكن يتحول للمحكمه المختصه اللي صار في عنا محاكم مختصه وياخذ حقه بقى بتكمل الاجراءات مثل اي جريمه ثانيه ولكن تخصصيه، جريمه خاصه خلينا نقول. يعني حتى يمكن فرح خلال هذا الوقت كمان صار في محاميين مختصين بالجرائم المعلوماتية، يعني صرنا نعرف انه في قدر كبير من الناس هلا بلشت تتجه لهذا الشيء، وهذا كمان اللي شجع عليه خليني اقول بعض التعديلات اللي صارت مؤخرا وقضايا تم البت فيها. ونحكي شوي عن خصوصية الجريمة المعلوماتية، للأسف بعض خليني أقول مرتكبي الجرائم بيكونوا خارج القطر، فالناس بتسأل خصوصا هلا بالفترة الأخيرة بنلاقي كتير ناس ممكن تستخدم خليني أقول فيسبوك تحديدا أو بعض المواقع تسيء لحدا داخل البلد وهي برا، كيف تعامل المشرع السوري مع هاي النوعية من الجريمة وأنا كيف بقدر حصل حقي من شخص خارج البلد؟ تمام. هلا سلمى سالتيني عن خصوصيه الجريمه، هلا بالفعل هي الجريمه الالكترونيه كثير لها خصوصيه بتخلينا نواجه صعوبات اثناء معالجتها. واحده من خلينا نقول صفاتها انه هي جريمه يعني ممكن تكون يعني خارج ترتكب خارج حدود القطر، يرتكبها شخص بجوز يكون سوري بجوز يكون غير سوري، لنفترض اردني ارتكب جريمه مثلا بالكويت والجريمه كان المتضرر منها سوري، شوفي كم جهه صار عندنا نحن بهي الجريمه. بالفعل هي جريمه ممتده يعني اثارها بتمتد لخارج احيانا القطر وبترتكب من ناس خارج القطر لناس اشخاص متضررين داخل القطر. جريمه الفاعل فيها يعني على درجة من الذكاء هو كمان مجرم خاص، يعني هو مو مجرم عادي، لأنه لما أنت يكون عندك هذا الاطلاع وهي التمكن من موضوع مثلا الحسابات الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، عندك درجة عالية من فهم لدقة التعامل مع الأجهزة الحاسوبية، فهو المجرم بصراحة على مستوى من الذكاء. هون بتكمن خطورتها وبتكمن خصوصيتها. لحتى نحن نعالج هي الجريمة بصراحة أول شيء المفروض يكون في تعاون دولي بين معظم الدول، يعني الدولة اللي بتمتنع عن التعاون الدولي فهي الخاسرة. هون ما فينا نحل موضوع الجريمة الإلكترونية، كافة الدول لحتى لما يكون في فاعل بدولة معينة يقدر نلقي القبض عليه لو كان بدولة أخرى مثلا أو الدولة المتضررة الشخص المتضرر من دولة تانية. كمان صار في عنا نحن حتى يعني مثل ما بيقولوا داويها بالتي كانت هي الداء، فحتى على مواقع التواصل الاجتماعي صار في عنا مجموعات نحن تضم عدد من الأشخاص المتخصصين والمحامين أيضا لمعالجة الجريمة الإلكترونية. في مجموعات مختصة بالجريمة الإلكترونية فيها محامي مثلا سوري، محامي من دولة تانية، محامي من دولة ثالثة، في عنا فنيين مختصين بمثلا بعلاج الجريمة الإلكترونية بالأدلة الرقمية على مستوى من التخصص، وفنيين كوادر كتير مهمة كمان من دول مختلفة، بحيث إذا وقعت جريمة إلكترونية بصير تعاون بين هدول الكوادر لحتى نحن نقدر نلقي أو نتوصل لحقيقة الشخص، لأنه كمان من أحد يعني خصوصيتها وخطورتها أنه بيكون في عنا حسابات وهمية، نحن أسماء غير أسماء ممكن يتعمدوا ويستخدموا. طبعا طبعا، فحتى يعني الشخص نفسه معرض لأنه مثلا أنا عندي حساب باسمي وبالفعل أنا بنشر عليه مثلا، بقوم بنشر بعض الاهتمامات الخاصة فيني، بيجي حدا بياخد هدول المنشورات ممكن ياخد صور يعمل حساب تاني باسمي كمان، بس هو حساب وهمي، يقوم بنشر معلومات معينة هي بتسئلي شخصيا والناس تفكر أنه فعلا فلان هو اللي عم ينشره، فهذا نوع كتير خطر أنه هو عم يسيء لإليك، عم يسيء لطريقتك بالتعاطي، ممكن ينشر منشورات مسيئة لإليك أو لحدا تاني يعني بس باسمك. هلا بينجاب بسهل اذا كان جوا، بس اذا كان برا بصير موضوع اصعب. لما بيكون في تعاون على المستوى المحلي، تعاون دولي، فهون نحن بنكون امام يعني سهوله وسرعه بانجاز هي المهمه اللي هي القاء القبض على هذا المجرم الالكتروني. خلينا نحكي عن تفاصيل اليوم، خطوره الجريمه المعلوماتيه، وهل هي ثقافه الشكوى انه نحن نتقدم بشكوى نقدر نحصل حقنا من خلال ملفات القضاء الشفتية استاذه، هي موجوده فعلا الناس بلشت تعرف حقوقها وكيف تحصل هذا الحق؟
نعم. هلا السؤال ذو شقين، الشق الاول انه مدى خطورتها، لانه هي خطره على اكثر من صعيد، على الصعيد الدولي خطره، ممكن تمس بامن دول معينه مثلا، ممكن تمس بسياسه دول بخصوصيه معينه، ممكن على الصعيد الاقتصادي لما بيكون في عندنا مثلا ناس على يعني خبره عاليه بموضوع الجريمه، ممكن يقوموا باختراق حسابات مصرفيه مثلا، ممكن يعرضوا البنوك لمشاكل كثير كبيره فبتمس الاقتصاد، وعلى الصعيد الاجتماعي ممكن يتعرضوا الناس لانتهاك بحرمه بخصوصيتهم بمعلومات بتخصهم بصور لإلهم، فهي على كل الاصعده خطره. بالنسبه للشق الثاني سالتيني انه كيف بنقدر هي صارت ثقافه تمام الناس تمام. هلا سابقا مثل ما لاحظنا انه كانت الناس بالفعل يعني ما كثير عندها ثقافه الشكوى، تقديم شكوى ضد مجرم الكتروني. هي شو كانت تعمل؟ كانت مثلا صفحه فيسبوك تعرضت لشيء معين يعني من الايذاء، فكان الشخص اما بيقدم شكوى لاداره الفيسبوك، وهي مثل ما بنعرف انه 3 بلاغات لاداره الفيسبوك فبتتسكر الصفحه، او باسوأ الحالات من كثر السلبيه ممكن هو يسكر صفحته ويلغيها ويرجع يعمل شيء ثاني بعدين، او ما يعمل ابدا. فكان هيك يعني. هلا لما صار في عندنا نحن كوادر مختصه وصار في سرعه، وبالفعل لانه الناس وقت بتشوف انه تم القاء القبض على اكثر من جريم من مجرم الكتروني بتصير هي بتتشجع، فالافضل انه تقدم ادله. كيف بتقدم ادله؟ هلا انا عن جد بدي انصح الناس انه وقت بتتعرض صفحتهم مثلا يعني، هلا هي مو بس الفيسبوك، هي كثير مجالات، بس مثلا يحاولوا يلاقوا هن ادله يقدموها فيما بعد للقضاء، مثل مثلا انه احد الاشخاص عمل ذم وقدح لناس معينه، يحتفظوا بالمنشور، يصوروه حتى لو صوره شاشه يعني، يحتفظوا بالتواريخ، لا يعملوا هكر دغري يعني، لا يعملوا دغري اغلاق للصفحه المسيئه، لا، لحتى نحن نقدر نستخدمها، لانه متى ما اغلقتها اداره الفيسبوك نحن ما بنقدر نعتد فيها قدام القضاء السوري، طيب وين هي الصفحه؟ لا، نحن نحتفظ فيها بس لحتى نقدم دليلنا للقضاء او نرفقه مع الضبط، بيكون هذا الشيء كثير بيساعدنا. فهي بالفعل انا بقول الشخص ما يسكت عن حقه حتى لو تعرض لشيء، لا، يحاول يطالب فيه، هو عم يحمي نفسه من مرات قادمه، وعم يحمي الناس، لانه الناس وقت تشوف انه في ناس ألقي القبض عليها هي بالفعل هذا الشيء رادع يعني. هيك بنكون نحن يعني عم نحاول قد ما فينا، رغم انه هي عالم كثير صعب وكثير متشعب، بس قد ما فينا عم نحاول نتطور بعلاج الجريمه الالكترونيه. نعم تمام. يعني دائما بنحكي عن هي التفاصيل فرح، وفعلا اللي بيقرا القانون بشوف قديش هو شامل لكل المواد اللي ممكن اي شخص بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بيقدر يحمي نفسه فيها، وحتى حاليا يمكن عم بيتم دراسة وتعديل بما أنه هو داخل بين وزارة الاتصال ووزارة العدل. نعم. ووزارة الإعلام. نعم. أيضا، ويمكن رح نشهد شيء جديد مع صدور قانون الإعلام الجديد أيضا بما يخص صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي صرنا نشوف صفحات لكثير أشخاص بيكتبوا عن نفسهم إعلاميين، بيستخدموا الفيسبوك منبر للإدعاء طبعا. أو للأخبار المغلوطة، وهن بالآخر بينحموا بالقانون، وأنا صحفي القانون بيحميني. لا، حاليا رح يتم تغيير هذا الشيء ويكون فعلا صحفي ومرخص لحتى يتم حمايته من خلال القانون تمام. السوري. خلينا نحكي قبل ما نختم فكره اخيره، اليوم قديش في فعلا نجاح لهذا الشيء، وخصوصا انه سمعنا شويه انتقادات انه الجريمه المعلوماتيه طويله الامد، وفي كثير اشخاص بيشتكوا بيقعدوا بشهور ما بيوصلوا لنتيجه. هي بالفعل يعني لحتى نكون واقعيين سلمى، ما رح نحكي يعني بس نحكي هيك بموضوعيه تمام. يعني هي بالفعل جريمه صعبه، لما خاصه لما بتتشابك عده اطراف، لما بيكون في عندك حسابات وهميه، لما بتكون خارج القطر، لا هي بالفعل هي جريمه صعبه بحاجه لكثير تاهيل عالي. ولكن الواحد بده يذكر كمان الشيء اللي صار على ارض الواقع، وزاره العدل مشكوره بالفعل، عملت اتبعت اكثر من دوره تدريبيه للقضاة كخطوه اولى، هدول القضاة صاروا متخصصين، صار عندهم فكره عن العالم الالكتروني قبل العالم القضائي اللي هن بيعرفوه اصلا يعني، فصار عندهم فكره عنه، عن الدليل الرقمي وكيف نقدر نحصل على دليل رقمي خلينا نحن نجيب الفاعل. الخطوه الثانيه لما اصدر القانون ب 2018 انه صار في محاكم متخصصه، فالمحاكم المتخصصه بالجريمه الالكترونيه خفف الضغط عن المحاكم، فصار هي بس شغلتهم انه يشتغلوا على القضايا اللي هي لها علاقه بالجريمه الالكترونيه، فهي خطوات بصراحه عمليه جيده جدا. هلا نحن بنطمح يكون في خطوات ثانيه، لا
لما بيكون في عنا نحن بكره مثلا هلا في تعاون دولي بنحلم يكون اكثر من هيك، يكون في مثلا خلينا نقول ميثاق بيضبط هذا الامر اكثر، انه دوليا تعاون دولي تتكافل الجهات القضائيه من عده دول لحتى لما يكون في عنا جريمه تصير اسهل القاء القبض عليها. فهذا الشيء نحن بنطمح له، بس انه كخطوات خلينا نقول مبدئية لا جيدة بإذن الله. بس أكيد أستاذ الشيء المهم أنه الناس ما تترك حقها وما تلجأ يمكن للوسائل البسيطة، خلي كل شخص مؤذي يمكن يلاقي العقوبة لحتى تكون رادع لكثير من الأشخاص السيئين. شكرا لك أستاذة رنا، وكل التوفيق لك. شكرا لك ولوجودك.